أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على أنها تتفق مع إسبانيا بكون مخطط حكم ذات جدوى مصداقية وواقعية. ويذكر أن إسبانيا اعتبرت أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف حسب رسالة من رئيس الحكومة الإسبانية إلى الملك محمد السادس. وحسب وكالة أوروبا، فإن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال يوم أمس: إننا نتفق مع موقف إسبانيا ونعتبر أن مخطط الحكم الذاتي جدوى ذو مصداقية وواقعية. وأكد برايس دعم واشنطن للمبعوث الخاص للأمم المتحدة للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا وجوده من أجل تعزيز مستقبل سلمي ومزدهر. نشكركم على حسن المتابعة.